يلا خلوده جاهز؟ قول بس خلوده يلا. يلا. جاهز للمدرسة؟ بدي أعمل لك شغلة حلوة بعد السكول. Like something nice. Yeah. It's a surprise. Surprise. But not a silly one. ما بعرف إذا silly or not. We will see. If it's silly, I'll be so mad. لا ما أخليها silly. ماشي. أنا كمان رح اشتاق لك يا عمري. هلو هلو، أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة رانا هوم. وفيديو اليوم رح يكون عبارة عن مقلب. بدي أعمل مقلب بخلودة فاتة على غرفته ورح خرب له إياها. اشتريت ورق قصدير كتير، وبهذا ورق القصدير أنا رايحة لف له كل غرفته وحول له إياها للون الفضي. مو بس إنه أنا رح خرب له غرفته، خلودة ما بيحب اللون الفضي، فلح يشوف كل غرفته لح يصير لونه فضي. أنا متأكدة لح يزعل ولح ينزعج كتير، فكتير متحمسة لهذا الفيديو ولردة فعله. فيلا نبلش الفيديو. لا تنسوا تحطونا لايك، وإذا مو مشتركين بالقناة تشتركوا. وهلأ يلا نبلش. أول شي ورق القصدير. مبارح نزلت على السوق واشتريت شي 20 علبة. هي هلأ بدنا نفتحها وبدنا نلف كل غرفة خالد بكل تفاصيلها بهذا الورق تبع السلوفان. فيعني رح تكون مهمة شاقة، بس الله بيعيني عليها. أما هلأ يلا نروح سوا نلف كل شي بغرفة خالد بورق السلوفان. وهي آخر لوحة. مستحيل مستحيل اقدر اخلص الغرفة، يعني عن جد انا اخترت مهمة كتير صعبة. ما عاد اقدر كمل الغرفة. انا تعبت، ما عاد فيني انرجي ابدا. خلاص رح اوقف الفيديو. سوري رح اوقف عندهم. باي. وبعد مرور 5 ساعات من الشغل المتواصل والارهاق المفرط، خلصت غرفة خالد كلياتها. وهيك تحديت حالي اني كمل المقلب للاخير، ومثل ما شايفين سلفنته كلياته. حتى الهاجي واجي هلا بده يزعل كثير عليه انه انا سلفنت له اياه. والحمد لله خلصنا، وهلا الغرفه صارت جاهزه والمقلب صار كامل مكمل. يلا نروح على مدرسه خلوده ونيجي نعمل مقلب فيه. بدك تروح على البيت خلوده؟ Do you guys surprise? ايه surprise. I love surprises. شو؟ كوتشن دير. لا مو هاجي واجي خلودة، شي تاني. لا مو لعبة خلودة. يلا خلودة شو عم تستنى؟ خلودة مين قال لك رح تكون سلي؟ كتير حلوة المفاجأة، مالا سخيفة، لا تخاف. If it's silly, I'll be so sad. We'll see, mommy. خلودة إن شاء الله بحتعجبك. تعال خلودة. Yes. Ready? Yes. استنى. Wait. Come on. Wait. When I say 1, 2, 3, count in. I don't like it. لا. Why? لا. شوف هنا. No, I don't like this. شوف خلوده. No, I hate it. I hate this room. I don't like it. خلوده شوف شو حلوة. No. خالد. إيسا عم يشتغل لك فيها. Stupid. خالد. تعال هون خلودة. شباك ليش ما بتحب اللي ساعة عم بشتغل فيها؟ خلودة شوف شو حلوة. خالد ليش ما حبيتها للغرفة؟ Because it looks stupid. هلا هاي شوف شو حلوة، شوف شو كيوت. This looks stupid. That looks stupid. Everything looks stupid in this room. I should do that to you. بدك تعمل هيك فيني؟ Yeah. You just destroyed my room. خلودة والله كتير حلوة، شوف شو حلوة. No, this looks so stupid and yucky. I hate it. Ah!
طول بالك. يا حرام على تعب، يا حرام. خلو ده شوف 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 ده شوف. لك لا يا حرام، لا خلو ده. صار لي ساعة عم بشتغل فيه. يا حرام عليك، مو ساعة، صار لي 10 ساعات. هلأ هي خالد. لا يا ربي خالد، نو نو هيك. لك طول بالك طول بالك، ينبق لك عرق. لا لا يا ربي، لك لا لا يا ماما لا. يا حرام عليك. خالد لك كسرتها؟ لك تعرف قديش حقه هذا الضوء؟ اه؟ يا حرام عليك، هذا ماي فيفورت لايت خالد، اشتريت لك اياه. يعني إذا كسرت لك روم، يعني إذا هيك عملت بغرفتك هيك بتعمل بالضوء؟ يا حرام عليك. لك لك العمى؟ العمى اللي استحوا ماتوا. لك خالد؟ إلهي. لا يا حرام. ييه هاد يا خلودة. ييه علينا. شو اكتشفت هون؟ ييه لا لا عالية. أنا بساوي لك إياها. تعال. لك هلا قلت ما بدك تنزعها. خلودة what شو بك زعلان؟ You destroyed my room. طيب خلودة قلت لك أنا آسفة. I'm sorry. No this don't no sorry. يعني أنا كنت عم بمزح معك، هلا بروح بنظف لك إياها. أوكي okay. شفتوا قديش خلودة زعل على غرفته وقديش انقهر إنه هيك كلياتها باللون الفضي؟ فأنا حاليا رح ضبله إياها ورجع له إياها مثل ما كانت، وروح هيك جيبها وصالحه. خلودة وينك؟ غرفتك صارت نظيفة، يلا تعال. I hope it's very clean. شو خلودة، نظيفة ولا ما نظيفة؟ Guys, don't ask mommy to do these naughty videos. I need to say bye bye to you. Bye. See you next video. Bye. Do you like for us or maybe dislike? لا لا عمو، قلنا حطوا لايك مو ديسلايك. حطونا لايك. لك لا هي ديسلايك. لايك هيك خلودة. هدونا لايك. برافو، هي لايك خلودة. سوري سوري خلودة. اتس اوكي حبيبي، يلا باي باي.